الحقيقة قبل ما التقي بيك هنا كان في اكثر من اتصال من اخوة فلسطين وحملوني رسالة ان انقلها ليك. انا عايزك توجه لهم كلمة وهم بيحتفلوا بعيد ميلادك دلوقتي. قالوا لي لازم تبلغ الرسالة دي للكابتن ابو تريك. هتقول لهم ايه في مزايا؟ انا طبعا انا سعيد جدا انا اول مرة اعرف ان انا سعيد جدا جدا جدا. في نفس الوقت يعني القضية الفلسطينية مش علشان هي قضية دايما القضية الأولى للعالم الإسلامي والعالم العربي في أذهان الناس. وطول ما الواحد مهما واحد يتكلم مش هيقدر يوفي حقهم، والواحد مقصر دايما في حقهم. في نفس الوقت أنا يعني كان رمزي صالح اتصل بيا وبعت لي كذا رسالة ويقول لي كل سنة طيب، فدي حاجة كويسة طبعا بشكره عليها. ناس انا بشكر الناس الاخوه الفلسطينيين، ودايما ان شاء الله ان يبقى العيد الميلاد القادم ان شاء الله يكون فلسطين محرره ان شاء الله، المسجد الاقصى موجود معانا ان شاء الله.